بغداد تكلمنا عنها فالكلام كلش قليل بحقها. بغداد عشق أصلا، بغداد جميلة ساحرة بأهلها بناسها بكل الناس اللي يمكن أنه بقوا حتى بيها وحافظين عليها رغم المآسي اللي مرت عليها. فما ممكن أنه احنا اليوم أنه نستغني عن بلدنا، عن عاصمتنا، عن أهلنا. أما البرلمان فبالتأكيد هذا الناخب هو اللي يحدد أنور إن كانت منال هي تحت قبة البرلمان أو حتى غيرها من الوجوه الجديدة، وتحديدا من نحن في المشروع العربي ممكن هناك كثر معايا كفاءات علمية، وأيضا حتى هم شباب وهم قادة حقيقيين لأجل العراق أفضل. وهذه أيضا أرجع وأقول ليست شعارات، لكن نأمل المرحلة المقبلة إن شاء الله ما بقى عليها غير أيام أنه فعلا نحن نغير، نحاول أن نغير. ممكن أنه ننتقد، ممكن أن نحاسب، ممكن يقولون أنه أنتم إعلاميين شنو جابكم على السياسة. من خلال مسيرتي الإعلامية السابقة كثير قلت وطالبت بحقوق الشهداء، حقوق النساء، حقوق الشباب تحديدا. الشباب هم الطاقة الحقيقية الفعالة التي تغير وتصنع التغيير. إيماننا بهم وهم كثر تقريبا 70% يعني يمثلون من المجتمع العراقي، لذلك هم فعلا حقيقة الأمر أنهم راح يغيرون. ليش ما نمثلهم يعني ونكون احنا خير تمثيل لهم إذا كانوا طبعا هم مؤمنين بهذا الشيء. وأني من خلال طبعا دائما معاهم بالشارع العراقي بحفلاتهم بمناسباتهم بمآسيهم لا سامح الله، اشوف انه هم فعلا يعني محتاجين انه احد يكون لهم قائد او يمثلهم على الاقل. لذلك انا طرحت نفسي كممثل عن الشباب وان اكون تحت قبه البرلمان وان انفذ كل ما يطلبه الشاب العراقي، وهذا ابسط حقوقه حتى على الاقل انه يصل لما يريده اسوه ببقيه شباب الوطن العربي على اقل تقدير يعني.